صباح الخير. وفي الحقيقة يعني صباح يوم جميل جدا، يعني حاجة جميلة جدا لما تلاقي حد من الناس اللي انت دايما بتتابعهم وان انت دايما بتتفرج على فيديوهاتهم وتستمتع بيها جدا يكتب عنك حاجة ويكتب حاجة عن محتواك اللي انت بتقدمه ويشكر فيه، ومش بس كده ينصح كمان الناس اللي بتتابعه ان هم يتابعوني. كريم السيد، شكرا جدا واهلا بكل واحد جه من قناة كريم السيد. تعالوا بقى اوريكم بقى حاجة يعني تعتبر كل حاجة عندنا في سفريتنا، وهي شنط السفر. دي شنطة دومينيك، دي شنطتي، ودي الشنطة اللي فيها كل عدة الالكترونيات اللي احنا مسافرين بيها، الدرون وكل حاجة. نعم احنا معناش شنط كتير زي ما انتم شايفين، هي دوبك شنط بنشيلها على ظهرنا بس، هما اتقال شوية، والموضوع ده بيعذبنا كل ما بنيجي نتحرك من مكان لمكان، عشان يعني بيبقى بتحس كده ان انت ما عندكش حرية الحركة الكاملة، ان انت تجري مثلا او ان انت تتحرك بسرعه، بتبقى على طول حاسس ان انت شايل صدف على ظهرك. عايزين الايام اللي جايه ان احنا نخف شويه منهم. زي ما انتم شايفين كده دايما بشيل معداتي في قدام وشنطتي ورا، ودومينيك بتبقى شنطه الاكل اللي غالبا دلوقتي فاضيه عشان احنا معناش اكل دلوقتي، شنطتها بس. يعني الشنطه دي بيبقى هنا الحاجات المهمه، يعني هنا العدسه الثانيه وهنا حاجات بطاريات وكلام من ده، بحيث ان انا ابقى في الوقت دايما. ستون تاون مدينه اصلا تاريخيه، يعني مسجله من قبل اليونسكو كمدينه تراث تاريخي، يعني تجيها كده تبص على المباني وبتاع والاختلاف بتاعها وبتاع، عشان مجمعه من كل حته كده والمباني بتاعها بشكل مختلف، بس كبحر ما تعرفش تستمتع، لازم تاخد يعني باص اللي احنا راكبينه ده نروح على مدينه باجي. الجزيره مش كبيره، تاخدها من شمالها لجنوبها كده يعني في حوالي ساعتين ونص. فالمدينة ديت بتبعد عن هنا حوالي 50 دقيقة لساعة. وصلنا في هاجي، هاجي قرية صغيرة كده زي ما انتم شايفين، يعني حتى الطرق مش موجودة على الخريطة، يعني ماشيين كده على بركة ربنا. الدليل بتاعنا عشان نوصل. بانكران. سنتي سنة. هلو. وصلنا بقى المكان اللي احنا هنقعد فيه في قرية بهاجة. المكان ده احنا جينا عشان هو يعتبر ارخص الاماكن اللي موجودة هنا، لقينا على اير بي ام بي، هو مش موجود على البحر بس ظريف، يعني اللي عمل المكان ده يعني شكله تعب عليه جامد، يعني ذوقه حلو كمان. يعني لما لقينا المكان ده ما حجزناهوش من على النت، عشان احنا يعني بنحاول نوفر برضو موضوع العملات اللي بتاخدها المواقع ديت من الناس او مننا، فبنيجي للمكان على طول، بنحاول بقى نيجي هنا نتكلم في السعر وبتاع، ما نعملش حجز. بيبقى فيها حتة خطر شوية بس يعني يا رب تظبط. مكناش حاجة من الصبح بقى وجعان جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وان باك. And after discount this one how much? You can have this as well. Mandarin. You can have a two, one. اوكي. جبنا الاكل نحضره بقى. الحين بقى على الشط عشان نشوفه لاول مره قبل ما الدنيا تظلم وناكل هناك. هنا بقى الاوتيلات اللي احنا ملناش فيها، وهنا احنا شايلين اكلنا ورايحين. ما شكلها خرافي يا جماعه، ريح وسع الجمال يا اخوانا. اميزنج.
رو كمون، افوكادو، ثوم، ليمون، ملح، فلفل، صح؟ صح. شوية طماطم وعلى رغيف عيش وعيش. ولادنا ورجالتنا جاهزين يا جماعة، ربنا معانا كده ويقوينا. يعني لازم نكسب الماتش بتاع النهاردة ده، لازم. يعني ده ماتش اللي هيخلينا بإذن الله نصعد. بص يا جماعة، نعدل الفيديو عشان بإذن الله نقدر ننزله من الماتش، بس طالما جه الماتش نقفل ده. Your expectation for the match? الرز ضغطين جامد، يعني لابسين احمر وملخفننا في سننا السودا دي، بس احنا عاوزين نهدى بس كده والامور هتمشي باذن الله. هي زادت هي شويه. كيتو 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 يعني شوت، فهتسمعوها كتير. كوبر متعصب قوي النهارده، شدد حيله. يعني ربنا يستر ونكسب، يعني فرصتنا ان نكسب هتبقى اعلى بكتير ان احنا نتعادل. يعني دومينيك كمان متوتره، كانت عماله تحسب اهو، يعني هنعمل ايه ونكسب ازاي. يعني لو خسرنا النهارده وتعادلنا النهارده ولو كسبنا النهارده، وايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ الاخ اللي هناك ده ماتش ممتع جدا، ممتع ممتع، واخد تقيله جامده. واي يا فتحي، واي واي يا فتحي، واي. And so now we can catch any ball normally, you know? يعني لسه بنقول يا فتح يا العليم يا رزاق يا كريم. احمد فتحي يعني، بس يعني هنعملها، عندي ثقه والله العظيم ان احنا ممكن هنعملها، وسهله جدا. الحظ بس يقف معانا شويه. ارجع ورا يا عم. بابو كابو five today or what? Did you see five? Saudi Arabia, like Saudi Arabia, five? Two comes out full, Allah Azim. ضرب الجزاء. الحمد لله. بنالتي. From the sixth yard. صلى يا شيخ، الله أكبر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. الله، العب يلا، العب تاني اجري. لو تعادلنا في الماتش ده يا جماعة، خمسة بوست كارد يعني بدقات معرفش اسمها ايه، يعني من هنا بالبلد هبعتها على البريد. كل اول خمس كومنتات يعملوا كومنت على الفيديو ده لو تعادلنا، بإذن الله بإذن الله. ولو كسبنا والله لابعت 10. الموضوع كله بالنسبة لي عبارة عن توقعات. كل ما بتكبر توقعاتك وتعرفش تحققها، كل ما بيجيلك احباط. احباط دايما هيبقى مصيرك لما تبني توقعات اكبر من امكانياتك، حتى في احلامنا العادية البسيطة. يعني احنا كمنتخب مصر كنا بصراحة يعني امكانياتنا مش الامكانيات المهولة اللي احنا
كنا نوصل بها نهائي كاس عالم يعني ولا كلام من ده. بس احنا كمصريين عواطفنا كياشة بقى وبتاع وعيشنا الدور، مفروض ان احنا لما نبني توقعاتنا على قد امكانياتنا، ولو عايزين نكبر باحلامنا نكبر بامكانياتنا برضو، يعني نحاول نطور من نفسنا ونطور من يعني من ادائنا وكل حاجة عشان نوصل للمرحلة اللي احنا عاوزينها عشان ننافس. وطول ما احنا مش شايفين النقطة ديت وشايفين ان احنا اعظم ناس في الدنيا واعظم فريق في الدنيا واعظم لعيبة في الدنيا، عمرنا ما هنوصل لحاجة. الموضوع كله ان احنا نشتغل على نفسنا ونحط ايدينا على الجرح ونحط ايدينا على الحاجة اللي احنا شايفينها ان هي ديت اللي عطلتنا، ونحاول نطورها نشتغل عليها، بعد كده هنوصل. غير كده هنفضل في مكاننا والله العظيم. بس صباحكم فل. يوم جديد من قرية باجي، دلوقتي صحينا من النوم، نروح بقى ايه نلف شوية كده نشوف المية بقى الخرافية بقى كده الصبح. امبارح كانت يعني ايه الدنيا مضلمة كده، يعني الدنيا بدأت تضلم وبتاع، بس كنت تشوفها كده فيروزية جميلة. نروح بقى ايه نقضي صباحنا الجميل هناك. Drink like fresh blood, fresh meat. You know the kidney? Kidney, yeah. Yeah, from the cow. Uh-huh. You just eat it like fresh.